بثلاثيه رائعه لاحمد عبد القادر وحمدي فتحي وكهربا، الاهلي يتقدم في الشوط الاول على سموحه 3-0. في شوط تسيده الاهلي لاعبا ونتيجه، شوط عوده كهربا. كابتن شريف، نتيجه مستحقه الشوط الاول نتيجه اداء النادي الاهلي. الحمد لله كابتن ايمن. شوط اول عنوانه روح الاهلي، رغبه الاهلي في تحقيق الفوز. في قبل المباراه اتمنينا لكهربا والفخري ان هما الاثنين يتوفقوا، الراجل ده بيملى مكان قفشه وكهربا مكان راس الحربه. اثبتت الحكايه، وبعد الاهداف كمان الثقه بتاعت اللعيبه كلها. الحقيقه الاهلي عنده ايقاع النهارده، اللعيبه كلها بتشوف بعض وبتثق في بعض وبيعملوا باص سليم جدا، بيصفر عن كونتر اتاك كمان بالنسبه لتحويل الهجمه بسرعه. انا النهارده كني بتفرج على اتلتيكو مدريد، من احسن الناس في العالم اتلتيكو مدريد ان هم يعملوا لك رد فعل الكوره والكونتر اتاك بتاع اي فرقه بيلعبوها. تبص تلاقي من الهجوم عليهم هم عند مرمى الخصم الناحيه الثانيه. محمد هاني وحسين الشحات عندهم دور النهارده كبير جدا في شكل النادي الاهلي. ازاي بيستلموا الكوره وبيقفوا عليها وبيخشوا جوه الملعب حسين الشحات ويطلع هاني من الاطراف، وكذا عرضيه حصلت، واعتقد ان تحرك كهربا برده كان من اليمين في الكره الاولانيه. رؤيه التحركات والاحساس بالمكان كان عنوان الشوط الاول حقيقه. انا مبسوط لكهربا بعودته، بتمنى استمراريه. لا مش استمراريه بس، لا انا بتمنى يريحه بقى، يريحه لو عايزه يلعب الماتش الجاي، مبقاش في ضغط على عضلاته ويبقى فريش ويستهوى كده يهويه اليومين الجايين دول، لو هو ليه رغبه انه يكمل معاه في المكان ده في المباراه الجايه. ايوه كويس، هيطمع فيه ويكمل فيه زي ما عمل مع بيرتستاو. ما يعني مش عايزين نحمل عضلات كهربا اكتر من المجهود الجميل اللي عمله، الاسيست والهدف اللي ربنا رزقه بيه. وانت كهربا بقى ايه منك بقى لنفسك، اشوفك دايما بقى ان شاء الله في هذا التالق وفي الشكل ده، وباذن الله كل شيء محلول. يعني بشكر لعيبه النادي الاهلي على الشوط الاولاني، وبتمنى الشوط الثاني باذن الله يبقى احسن ونتيجة كمان اكبر باذن الله. كابتن اسامه، بدايه ولا اروع النادي الاهلي، قدر يسيطر من البدايه واستغل الفرص من البدايه ايضا، اعتقد ان هو قتل المباراه. في بدايه اللقاء يا ايمن، انا قلت قبل اللقاء ما يبدا في واحنا بنحلل في بدايه المباراه، قلت لك النادي الاهلي لازم يلعب بشراسه وحده عاليه جدا. صحيح. وما يديش فرصه، لانه ماتش كاس ولازم، هو المفروض في الاهلي في الماتشات كلها يعمل كده، بس انا بقول لك ماتش كاس ما يدخلش فرقه سموحه معاه. هو ده اللي حصل النهارده، يعني من افضل الاشواط فعلا اللي ابتداها الاهلي. صحيح. يعني في ماتشات تانية البدايه بتبقى فيها خمول، جس نبض، اشوف بدايه رائعه. هو البدايه اللي ادت الشكل الحلو ده طول الشوط لفرقه النادي الاهلي. صحيح. البدايه سريعه جدا، ضغط شديد جدا، استغلال الفرص، قلت لك هيحصل اخطاء في ديفنس السموحه، وفعلا ربنا كمان سهل لك في الهدف الاولاني والثاني، معمولين حلو وكل حاجه، ولكن في خطا من هاني سليمان في الهدفين الاولانيين في الدقيقه 7 والدقيقه 11. كمان البدايه اللي انت ابتديتها بقوه، ربنا كمان سهل لك الامور، فابتدت نفس اللعيبه تتفتح اكتر للعب، ابتدت الهجمات تتتالى، ابتدى فرقه سموحه عايزه تتخلى على المواقف الدفاعيه بتاعتها لانه ده ماتش كاس، فجبت الجون الثالث وكان ممكن تزيد النتيجه. شايف ما شاء الله معظم اللعيبه في حاله جيده، ودي من المرات اللي انك انت ممكن تستحمل يا ايمن واحد يبقى وحش، اثنين يبقى وحشين، ثلاثه وحشين، لكن ما تستحملش 7 28. النهارده تقريبا كل الناس اللي في الملعب هايلين. صح. ويعني تحيه خاصه لحسين الشحات وطبعا كهربا بسبب عودته، لكن انا بتكلم على حسين الشحات وهاني، طبعا الجميع ديانج وفتحي، بس هاني وحسين الشحات بامانه بقالهم فتره بيأدوا بشكل حلو جدا، فربنا يوفقهم. اداء مميز. اداء مميز، ويستمروا على كده الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن بلال، الشوط من افضل اشواط النادي الاهلي ونتيجه منطقيه طبعا، سيمفونيه الحقيقه. صحيح.
يعني الاهلي بيقدم سيمفونيه رائعه في بس المره دي في كره القدم يعني مش على اوتار المزيكا يعني. اداء راقي جدا كل ما يعني تتضمنه كره القدم من مفاهيم في كره القدم الاهلي النهارده بيقدمها. الضغط صحيح. في كل مكان الانتشار الجيد في الملعب اللعب السريع الاستحواذ الجيد التحولات السريعه جدا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه الرقابه في نص الملعب الضغط في نص ملعب لعيبه النادي الاهلي النهارده مباراه الحقيقه او شوط اول الحقيقه رائع جدا 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 من وجهه نظري. الاهلي بيعمل كل حاجه في الكوره كل حاجه في الكوره الحقيقه السبيريت عاليه جدا جدا جدا. خد بالك وفي حاجه كمان قويه جدا الاهلي النهارده بيعملها يعني ما شفناهاش بقالنا فتره انك بتدور على الهدف اللي بعديه يعني بتسجل الهدف الاول بتدور على اللي بعديه بتسجل الثاني بتدور على الهدف الثالث بتسجل الثالث عندك فرصتين تانيين ضايعين منك كان ممكن تسجل الرابع والخامس صحيح. الاداء رائع جدا جدا كهربا عودته النهارده عوده يعني ممتازه مش هقول جيده لا عوده ممتازه النهارده 2 اسيست وسجل هدف فيه ثقه عاليه كبيره ثقه كبيره جدا جدا جدا. حمدي فتحي النهارده من المباريات الحقيقه الرائعه جدا متواجد في نص ملعب وبيكمل في ال 18 وقبل ما يجيب الجول الحقيقه عمل اثنين في يعني في كره شاطها من ال 18 كان ممكن تتسجل هدف بيقدم واحده من الماتشات الرائعه جدا جدا بالنسبه له. اثنين السنتر باكس مراقبين بشكل كويس محدش بيروح واحد على واحد ويعدي النهارده ودي حاجه جيده جدا جدا جدا. النهارده هاني برده بيواصل التألق بتاعه يعني كل اللعيبه النهارده في الملعب بتأدي بشكل رائع جدا 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 واعتقد ان الشوط الثاني بس محتاج انك تبتدي بس تستحوذ يعني انت عندك مباراه بعد 4 ايام مباراه صعبه يعني محتاجين بقى يبقى في استحواذ بس الشوط الثاني مش محتاجين المجهود الكبير قوي ده صحيح. اللي اتبذل الشوط الثاني خلاص كسبان 3-0 وخد بالك مع برضو الاستحواذ الجيد تمام انت ممكن توصل بشكل جيد لان خلاص الجيم اتفتح خلاص تقدر تسجل الرابع والخامس ان شاء الله ان شاء الله. كابتن اسامه يمكن كان ليك تعليق ان الريتم لازم يهدى شويه بس الشوط الاولاني يعني كهربا فاجئ حقيقه كهربا فاجئ خلي بالك الناس كلها حتى شفنا جمهور النادي الاهلي استقباله الكهربا وكان سعيد بكهربا وهو متواجد في التشكيله ولقى الدعم من جمهور النادي الاهلي صحيح. وهو يعني كان عنده حسن ظن جمهور النادي الاهلي بادائه النهارده ب 45 دقيقه من الريتم العالي تحس ان واحد مش غايب عن الملعب ده بالعكس رجليه في المباريات مزبوط. علشان كهربا لعيب كوره فلعيب الكوره ممكن يتاثر فتره قصيره لكن عنده الموهبه والقدره انه يقدر يرجع بسرعه. الشوط الاول للنادي الاهلي النهارده شوط اكثر من رائع يعني يعتبر انا بالنسبه لي تقييمي افضل 45 دقيقه اشوفها الكولر من يوم تولي النادي الاهلي القياده الفنيه صحيح. شوط زي ما احنا قلنا ابتدينا المباراه قلنا لازم يبقى في سرعه في حده بدنيه حده في الضغط تقارب في الخطوط سرعه شفنا الكلام ده حتى بعد النادي الاهلي هو مسجل هدفين بيسعى للهدف الثالث مظبوط الهدف الرائع من حسين الشحات ترقيصه اللي كان بيها محمد رضا مدافع سموحه وحطها الكهرباء نفس الكرة دي حسام حسن دي اللي جت حسام حسن مزبوط. علشان كده دايما براهن على شخصية اللاعب ازاي شخصيته الضغط تعامله مع الكرة عشان كده لما بنقول كهربا لعيب جت له حسام حسن في انفراده بالشناوي مع حسام حسن اتعامل معاها بالقوة بالظبط حب يحط فيها قوة لكن كان ممكن يحطها من فوق تشيب من فوق محمد شنان ده اللي اتعامل معاها محمود كهربا مزبوط. الشوط الأول شوط رائع من لاعبي النادي الأهلي أتمنى الشوط الثاني تبقى البداية برضه بنفس القوة فرصه النهارده الكولر ان نشوف الصفقات الجديده تظهر في مباراه زي النهارده عندنا مروان عطيه عندنا كريستو ممكن يكون ياخد الشوط الثاني وقت من المباراه افضل وقت ياخد فيه اللعيبه دي وتدخل في جو المباراه عشان يقدر يستفيد منها خلال الفتره اللي جايه في الشوط الثاني لكن بالمجمل كل لعيبه النادي الاهلي ما اقدرش اقول النهارده مين الافضل لكن كهربا افضل حمدي فتحي افضل اليو ديان كان رائع حتى محمد فخر النهارده ذكي جدا في تحركاته في المساحات صحيح. اللي بيقدر يخترق فيها سواء من ناحيه علي معلول او من ناحيه اليمين من ناحيه حسين الشحات النهارده في التزام دفاعي ممتاز من الخط الرباعي الخلفي معلول ورامي ربيعه ومتولي ومحمد هاني ومن ورا الشناوي زي ما بقول بيلعب السهل النهارده وفي اعلى تركيزه شوط اول رائع من النادي الاهلي نتمنى ان شاء الله استمراره في الشوط الثاني. الشوط الثاني يا كابتن شريف سيناريو الشوط الثاني هل هيستمر الاداء بنفس الاسلوب؟ بتكلم على رتم الاداء في تمنيات وفي
اللعيبه هي اللي في الملعب اللي حاسه لا ريتم الاداء السريع ده. ما هو اللعيبه دلوقتي هي اللي حاسه بالنتيجه. كويس، 3 فرق 3. ايوه، ففي اهتمام بالباص، في اهتمام بعدم السرعه في فقد الكره. رؤيه اللعيبه لبعضها كويس قوي، الاستمراريه بانك بتخلي الخصم بيزهق، الاحتفاظ بالكره الاكتر هو اللي هيخليهم خلاص بيسلموا الفوطه، وانت من كتر ما هتلاقي ثغرات فيهم هتقدر تعمل الباص الجيد لاي من كان من هيكون ليه حظ الاشتراك في الشوط الثاني. اعتقد ممكن مستر كولر ما يغيرش، ودي عادته ما يغيرش. ممكن. احنا بنتمنى بس ان انت قلت لي تتمنى، انا بتمنى ان هو يريح الراجل. عضلاته لسه بقاله 8 اشهر ما لعبش كوره، اعتقد اخر ماتش لعبه في تركيا وكان جايب جونين وكان كويس. انما هو مبروك ليه العوده، مبروك. الشكل التنظيمي بتاع النادي الاهلي النهارده كويس قوي. صحيح، زي ما الكابتن قالوا حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد فخري قدامهم عاملين حاله جيده جدا. استحواذ لنص الملعب جيد جدا، ظهر الفراوده بتاعتك مخليهم يعملوا اي حاجه بحريه، والناس دي مسعنداهم كويس قوي، اذا كان من طرفين علي معلول او محمد هاني. فجود لك الضغط، نفس الضغط اللي بتضغط عليهم بنفس الروح. الجون الرابع بنعلن خلاص النتيجه يعني. كابتن اسامه، طارق العشري الشوط الثاني فكر ازاي؟ طارق العشري في موقف لا يحسد عليه، نتيجه كبيره جدا الشوط الاولاني 3-0. عودته للمباراه مش عايز اقول مستحيله، بس في الكوره ومع النادي الاهلي بالحاله دي شبه مستحيل. شبه مستحيل. فاعتقد انه هيركز على النواحي الدفاعيه ان ما يجيش فيه جون رابع، وهيحاول مش هيفتح الجيم زي ما فتحه كده. لا ما اعتقدش هيفتح، لا مش هيفتح بالطريقه دي. هو هيحاول ينظم الخطوط اللي ورا، وهيلعب طبعا المهاجم لانه خلاص بره الكاس هو كده لو فضل على النتيجه دي. لكن انا اقصد مش هيبقى فاتح الماتش خالص لانه هيعاقب تاني. فهيبقى اهدى في هيحاول ينظم الصفوف الدفاعيه بتاعته ويهاجم برضه، لكن مش ما اعتقدش انه يفتح مساحاته خالص يعني. دي وجهه نظري، لكن النادي الاهلي عنده فرصه في كذا حاجه، انه يحرز اهداف تاني، انه يجرب البدلاء وخاصه الناس اللي جت جديد. الثلاثه اللي جم جداد فرص يعني، من المباريات الفرصه ليهم ان شاء الله يعني بعد 10 دقائق ربع ساعه كده. كابتن بلال، السيناريو المتوقع الشوط الثاني والحنشة التغييرات من الفريقين؟ بص، اكيد هيكون في تغييرات اكيد يعني، لكن الشوط الثاني اعتقد ده رتم الاداء هيهدى شويه. انت كسبان 3-0 تمام، عايز برضو تنزل برتم الماتش شويه، انت برضو مش عايز اللعيبه عندك تتصاب، عندك مباراه بعد 4 ايام. سموحه هيحاول يعني، ومجرد ان سموحه يفكر ان هو يحاول يعدل من النتيجه هيتفتح الملعب بشكل اكبر من كده كابتن ايمن، وممكن في الحاله دي نشوف ان الخطوره تانية للنادي الاهلي يعني. اتمنى ان شاء الله نستغل الخطوره دي ونسجل اهداف تانية. خد بالك كل هدف بتسجله بيديك ثقه طبعا. عندك ماتش كبير جاي يوم 21 باذن الله. اتمنى بس ان شاء الله اللعيبه تخرج ما فيش اي اصابات. اصابات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.